المسيح ولد، هللويا. نسينا اليوم أو لن صاحب الغبطة فئته ومحبته أن يكون مرشد لشبيبة الروم الملكيين بالعالم، بس للأسف نسينا اليوم سكرت كل البلدان بسبب أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية المتلاحة والأمنية بالشرق الأوسط. ولكن هذا ما منعنا أن نطور علاقتنا وحديثنا مع بعضنا بعض ولقاءاتنا يلي صارت عبر تقنيات متعددة عبر الإنترنت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وكان أول مرة بتاريخ كنيستنا الملكية أنه تتم حوالي 100 لقاء ونجدوي هالبرامج والأفكار والطروحات يلي حكيناها مع بعضنا البعض تحت رعاية صاحب الغبطة بورقة عمل رح تتقدم قريبا بمعية سيدنا البطريرك إلى السينودس المقدس تكون أول كنيسة تعمل خطة عملية جمعناها كلنا مع بعضنا شبيبة ومرشدين ومرشدات لكنيستنا الملكية الكاثوليكية. أنا بعيد الميلاد 2020 بدي لكم خليكم لنا إيمان رجاء ومحبة، الإيمان بالرب يسوع المسيح يلي عطينا الإيمان بأنفسنا إنه عنا رجاء نغير ونغير نحو الأفضل مع بعضنا البعض، والمحبة اللي بتجمعنا دايما وما بتخلينا نتفرق رغم كل الضعفات اللي بيناتنا واللي بتعملنا قوة. بتمنى لكم باسم صاحب الغبطة وباسمي الشخصي واسم فريق العمل أعياد مجيدة وحفظ بسلام لكل الناس. أحبكم جميعا، كل عام وانتم بخير.